انا عارف انا اتاخرت كتير جدا جدا، بس انا قلت ايه، طالما انا فاقد الشغف اليومين دول بصراحه وما عنديش افكار ان انا اعمل فيديوهات، فقلت ممكن اقول مثلا ان احنا خلصنا السيزون وممكن نعمل سيزون جديد. ويعني هي فعلا كانت فكره حلوه جدا جدا، وفعلا انا يعني خدت فتره من الراحه حلوه جدا جدا عشان ارجع اقوى وارجع عندي افكار جديده وحاجات حلوه يعني. فنرجع بقى ايه للسيزون الثالث، بدايته كده من النهارده ان شاء الله، بأفكاره بقى وحركاته وكل حاجة كده يا باشا. والسيزون ده جامد جدا جدا جدا. عايز تعرف جامد ليه؟ عشان انا اول حلقة في السيزون هتكلم عن ازاي تعمل المشروع الخاص بيك وتكسب منه مكسب حلو جدا 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 برأس مالك انت، بمشروعك انت، بكل حاجة في فكرك انت. فتعالوا ايه ندخل على الانترو على طول كده زي زمان عشان نتكلم في الموضوع ونشوف هنقول ايه النهاردة. يلا بينا. وحشتني جدا جدا المقدمه دي. وازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفني انا كريم عيد، فبقدم محتوى بستايل موتيفيشن سبيكر. ادخل كده خد لك لفه، ولو عجبك المحتوى ما تنساش اعمل لايك وشير وسبسكرايب. ويلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه. كانت وحشاني جدا 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 المقدمه دي يا جدعان والله العظيم. ازاي تعمل المشروع بتاعك، او ازاي تعمل مشروع خاص بيك انت وتكسب مكسب حلو جدا اكنك شغال في شركه او الكلام ده. خلينا متفقين ان مش كل الناس بتلاقي شغل، مش كل الناس لما تيجي تخلص الكليه بتاعتها او تخلص تعليمها او هي اصلا في الجامعه زي انا كده مثلا، او لسه في المدرسه او في ثانويه عامه وعايز يشتغل، مش هيلاقي شغل مناسب ليه، او لو لقى مش هيبقى حاجه هو حبيبها ومجبر بس ان هو يشتغل عشان يبقى عايز فلوس. طب لو انا قلت لك مثلا على افكار تعملها عشان تبقى عندك المشروع بتاعك انت وبمزاجك انت، ومحدش يقول لك مثلا من كذا لكذا، او مثلا معيد العمل من كذا لكذا والمدير بقى يرخم عليك ويقول لك انت مغصوب لك، كل الحوارات اللي احنا عارفينها دي كلها. فالنهارده انا جايب لكم كده افكار تعملوها علشان تبنوا المشروع بتاعكم وانتم صغيرين، عشان لما تيجي تكبروا تبقى انتم عندكم اكسبيرينس او خبره في الحاجه دي او المشروع اللي انتم فتحتوه، عشان يبقى انتم ليكوا اسم بعدين. يلا بينا. خلينا بس جاي نتكلم الاول عن مميزات المشروع بتاعك ده او المشروع الخاص بيك. اول حاجه طبعا المشروع اللي انت بتبقى عامله ده خاص بيك انت، تبقى انت مدير نفسك، انت عارف تصحى امتى وتنام امتى وتشتغل امتى والكلام ده. فلو انت ما عندكش حته اللي انت تبقى مدير نفسك وتعرف تمشي نفسك، انت مش هتكمل في المشروع ده. ليه بقى؟ عشان انت لو انت عندك مثلا محل او مشروع وانت مثلا من النوع اللي انت نايم بقى ومش من الناس اللي بتدير نفسها او يبقى عندها رقيب من فوق يقول لك اشتغل ولازم يبقى ليك يوميه والكلام ده، فانت هتلاقي نفسك انت نايم وكده كده المشروع بتاعك اصلا، ومش لازم انزل ما هو كده كده بتاعي والكلام ده، هتلاقي نفسك انت الفلوس انت بتدفعها انت بتخسرها اصلا، والمشروع بتاعك مش هينجح زي كتير جدا 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 من المشاريع اللي بتفشل اليومين دول. فلازم يكون انت مدير نفسك، يبقى انت عارف مواعيد الشغل عندك انت، وانت اللي تصحي نفسك، وانت اكنك شغال في شغل عند حد بالظبط، ولازم تكون ملتزم بالمواعيد دي وملتزم بالحاجات اللي مفروض عليك علشان المشروع ده ينجح. تاني حاجه تكون فاهم في الحسابات كويس قوي قوي، علشان ده هيبقى المشروع بتاعك انت. لازم يكون مثلا عندك جرد الحاجات اللي انت دفعتها، يعني انت مثلا دلوقتي دفعت 500 جنيه جالك كام؟ هل جالك من 500 جنيه دول 400 جنيه بس يبقى انت كده بتخسر اصلا؟ هل مثلا جالك 700 جنيه فانت كده بتكسب؟ فلازم تكون فاهم الحته دي، مش كل حاجه داخله في بعضها، عشان تعرف في الاخر هل الشغل ده فعلا مربح وفعلا جايب بهمه ولا مش جاي اصلا، وتفشكل المشروع ده خالص وترجع لشغلك اصلا. فلازم تكون فاهم في الحسابات كويس جدا جدا، ولازم تكون فاهم في فكره الجرد وان انت دفعت كذا وهتاخد كذا والكلام ده، عشان تبقى فعلا المشروع ده فعلا ناجح براس مال ناجح. ثالث حاجه وده الاهم، انك تلاقي شريك بتثق فيه. ممكن مثلا صاحبك مثلا اللي انت بتحبه جدا او واثق فيه جدا، لازم يكون المشروع ده مكون من اثنين، عشان لوحدك مش هتعرف تقوم بيه. ممكن المشروع مره واحده يكبر فانت مش هتعرف تلم الدنيا كلها فهيقع منك تاني. عارفين انتوا قعده الصحاب اللي بتبقى على القهوه دي وتفضلوا بقى تقولوا على المشاريع بتاعتكم، وانت معاك الشاي جرام ب5 جنيه وهنعمل كتاكيت والكتاكيت هتكبر تبقى فراخ وهنبيعها ونكسب فلوس. يعني بصوا حاجه زي كده، بس ايه، انت يبقى الكلام بجد بقى، يبقى فعلا انا هحط كذا وانت هتحط كذا ويبقى ده راس المال ونبيع ونشوف هنكسب قد ايه، والمكسب ده هنقسمه احنا الاثنين. فلازم يكون انتوا الاثنين مع بعضيكم وانتوا الاثنين نفس الدماغ ونفس المشروع ده في بالكم، ان انتوا فعلا عايزين تكبروه، وعادي يبقى مفيش بقى ما بينكم خلافات بقى والفلوس والكلام ده، فتبقى انتوا الاثنين عارفين الدنيا ماشيه ازاي وكده كده اصلا انتوا اصحاب. ففكره انك تجيب صاحب ليك انت معاك في المشروع يبقى شريكك في المشروع بتبقى جامده جدا جدا جدا، وتحس انت اصلا مش في شغل، انت وصاحبك بتعملوا مصالح، انتوا هتحسوها ان انتوا اصلا بتعملوا مصالح وبتكسبوا منها، مش ده شغل. رابع حاجه او ثالث حاجه بصراحه انا مش فاكر، انك تقسم الوقت بينك انت وصاحبك. يعني انت دلوقتي خلاص عملت مشروع، حطيت راس المال، جيت انت وصاحبك وقلت خلاص هنتفق على كل حاجه، يبقى في بقى مساواه في الجهد بتاعك انت وهو. يعني تبقى انتوا عاملين مثلا جدول كل واحد فيكم يعمل ايه او كل واحد فيكم عليه ايه، عشان ما حدش يحس اللي هو شايل الليله لوحده والتاني في البلاله خالص وبيكسب فلوس بس وخلاص. فلازم تبقى عندكم خطه محكمه جدا
جدا وتشوفوا كل واحد عليه ايه ويؤدي الحاجه اللي عليه دي باتقان، عشان لو واحد فيكم وقع او مثلا ما عرفش يعمل الحاجه دي او مثلا حس الحاجه دي كبيره عليه او عملها اي كلام المشروع اصلا هيفشل. فلازم لو انتوا فعلا هتدخلوا فعلا بجد وفعلا عايزين فعلا تعملوا مشروع بجد لازم يكون مقسمين الجهد عليكم انتوا الاثنين. سادس او خامس حاجه، بما ان اصلا مش عارف البوينتس اللي قبلها كانت رقم كام، فانا اكيد مش عارف البوينتس رقم كام، اكيد انا مش حاوي انا يعني اكيد يعني بعمل فيديو وكاتب سكريبت ومش عارف البوينتس بتاعتي ازاي. انك ما تبصش للمكسب في الاول، انت لازم تثبت نفسك في السوق او تثبت نفسك في المجال اللي انت هتدخله او الاوبشن اللي انت هتدخله، فلازم تحط مكسب قليل قوي 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 عشان تبقى منافس للناس اللي حواليك والناس تجيلك وتشتري منك او تتعامل معاك. لو انت نفس السعر بتاع الناس اللي حواليك فهم كده مفيش فرق بينك وبينهم، فهو هيروح يتعاملوا مع الناس اللي بتتعامل معاها وانت هيجيلك زبون صغير جدا او حبه صغيرين جدا بس هم اللي هيبقوا حواليك. ولو انت عليت عن السعر بتاع الناس الباقي اصلا محدش هيشتري منك، فانا عندي ناس تانية ارخص. لكن لما انت تعمل المكسب حاجه قليله جدا فانت اكيد هتفرق على الناس التانية والمكسب ده هيبقى قليل اه، بس هيجيلك ناس كتيره جدا جدا. وده تقريبا احنا خدناه في ثانويه عامه في علم النفس او الفلسفه، ان كل ما تقلل المكسب كل ما المكسب هيبقى كتير، بما ان الناس هيجيلك كتير فالمكسب هيبقى كتير. هي عمليه حسابيه كده، فلازم تكون فارق عن الناس اللي حواليك بالسعر بتاعك وبالاوبشنات بتاعتك وبالعروض بتاعتك عشان الناس تيجي عندك انت وتتعامل معاك انت، فهيجيب لك صاحبه وصاحبه هيجيب حد تاني وهيبقى واثقين فيك انت، فانت هتجمع جمهور كبير قوي في وقت قصير جدا وهتكسب ثقه حب الناس ليك. فلازم اهم حاجه انك ما تبصش للمكسب خالص في الفتره الاولى دي. هو يعني انت مش هتخسر بس المكسب بتاعك هيبقى قليل جدا جدا، مش لازم تبص بقى انك تكسب بقى مكسب كبير جدا، لا هو انت هتكسب بس مكسب قليل. البوينتس اللي بعد كده عشان بصراحه مش عارف دي رقم كام، فما علينا، يعني انك تبقى عندك ماركتنج او تكون دارس ماركتنج كويس. لازم تكون عارف السوشيال ميديا ماشيه ازاي، هل في ناس مثلا هتطلب اونلاين اكتر ولا بيع بالجمله اكتر، هل امشي كده ولا امشي كده. لازم تفكر في الحاجه اللي انت بتعملها، ولازم تكون مبدع اصلا علشان تخلي الناس تتشد ليك. فلازم تكون فاهم ماركتنج كويس والاسعار بتاعتك كويس وازاي تشد الناس والكلام ده، ولازم تكون فاهم في السوشيال ميديا عموما عشان تستهدف الناس المعينه. فيا رب تكون بس وصلت المعلومه دي صح. يعني لو انت طبقت الخمس او الست او السبع البوينتس دول اللي انا مش عارف دول كام هم اصلا، يعني انت كده بدات تمشي في المشروع بتاعك الصح ماشي. ولا حد بقى يا باشا يقول لك في الشغل دقنك، لازم تحلق دقنك ولازم تهذب نفسك ولازم شعرك والكلام ده. يعني انا واحد بدقني وبحب ان انا يبقى عندي شعر يعني، او هربي شعري تاني لسه، الخطه دي في المستقبل عايز اعملها. فانا ما كنت باجي اشتغل مثلا كان حد يقول لي لا ده دقنك لازم تتحلق، لا شعرك لازم يكون مهذب، انت دي واجهه والكلام ده. فانا بصراحه انا مش بحب القيود او مش بحب ان حد يمشي كلامه عليا، طالما انا كده بادي لك الشغل بتاعك مالكش دعوه بمظهري بقى. انا كان دايما عندي الفكره دي في الشغل، او عندي فكره ان انا محدش يبقى رئيس عليا او محدش يقول لي اعمل كذا ما تعملش كذا، او مظهرك او لبسك او دقنك والكلام ده. طالما انا بادي لك الشغل بتاعك فمحدش يقول لي شكلك وشعرك ودقنك والكلام ده، يعني انت مالكش دعوه اصلا، انت ليك دعوه بشغلي بس. فانا كان دايما عندي المشكله دي. الفيديو بتاع النهارده بعد اللي انا قلته ده، وازاي تكون الشركه بتاعتك او الصفحه بتاعتك او المشروع بتاعك انت وصاحبك. لو احنا نتكلم مثلا عن مثال للناس اللي عملت كده فعلا، وهو ريسبونسر الحلقه دي هو بيج على الفيسبوك او صفحه اسمها فابريكا ستور. هو المفروض اصلا يسموها فابريكا ستور، بس انا مش فاهم ليه سموها فابريكا ستور، يعني براند عادي عيش حياتك يا باشا. بس فكره الصفحه اللي الشباب عملوها دي فكرتها جامده جدا جدا، ومش عارف اصلا الفكره دي ما جاتش لينا احنا ازاي وجت في ليهم هم، بس الفكره جامده جدا. دلوقتي الصفحه دي اللي هي فابريكا ستور المفروض دي بتبيع منتجات الكترونيه، دراعات ببجي، سماعات، ايربودز، الشاحن اللي احنا كنا بنتعامل بيه او احنا عملنا ريفيو ليه اللي هو الشاحن المغناطيك والكلام ده. فيعني الفكره بتاعتهم ايه؟ ان هم مرخصين قوي 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 عن بقيه السوق، قوي جدا كمان بالنص كمان. طب هل هم بيخسروا؟ لا هم مش بيخسروا، هم بيعتمدوا او على اقاويلهم هم او على كلامهم ان هم مش فاتحين محل، هم دي شباب زي الورد كده زينا عادي جدا بس مش فاتحين محل، فهم مش بيدفعوا ايجار ولا ميه ولا فلوس للعمال ولا اي حاجه من دي. فالفلوس اللي بتجي لهم او الصافي اللي بيجي لهم اصلا مفيش اصلا ليه ولا ايجار ولا ميه ولا الحاجات اللي احنا بندفعها في المحلات دي. يعني اللي انت بتبقى عامل حسابك مثلا انت في عامل هتدي له فلوس مثلا شغال تحت ايدك، في ايجار، في ميه، في كهرباء كده. فهم بيتعاملوا ان احنا اصلا مش فاتحين محل، فاحنا مش بندفع ايجار ولا كهرباء والكلام ده، فهم مرخصين في السعر جدا جدا جدا. عاجبني بقى ايه فكره اصلا ان هم مرخصين قوي 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 والناس كانت بتشكر فيهم ولسه كانوا فاتحين جداد. يعني مثال مثلا هم مثلا بيبيعوا الشاحن المغناطيك ده اصلا اللي احنا كنا بنتكلم عليه وقلنا ب 250 جنيه هم بيبيعوه ب 120 جنيه بس. مثلا السماعه اللي هي اي 12 اللي بتتباع في كل حته ب 200 جنيه وب 250 جنيه هم بيبيعوها ب 150 جنيه بس، وعندهم اي 99 واي 11 وعندهم حاجات كتيره جدا 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 ومقللين جدا جدا في السعر، وبيتاكدوا كمان هل فعلا المنتج فعلا وصل لك بجد ولا لا، وهل فعلا المنتج كان فعلا كويس، وبياخدوا فعلا اراء الناس وبيشيروها. هم مبسوطين جدا جدا بالحركه دي، وهم كمان اللي بيسلموا اصلا الاوردرات للناس، وعاملين كمان حوار ان انت بخمس ايام استعمال لو انت مثلا ما عجبكش المنتج بترجعه عادي جدا مفيش اي مشكله. فالصفحه دي
دي انا عجباني جدا جدا جدا، واتشرف جدا جدا اصلا انا اعمل لها ريسبونسر عندي، وهم مش دافعين لي اي حاجه، بس انا قلت طالما مثلا البلاك فرايداي جاي والناس طبعا بتبقى عايزه تليفونات واكسسوارز للتليفونات والكلام ده، فالصفحه دي هي اختيارك الاول، لازم تحط الصفحه دي في اعتبارك. بصراحه انا كلمتهم قبل ما اعمل الفيديو، قلت لهم ممكن نعمل ديل مثلا او نعمل اي حاجه للمتابعين اللي عندي عشان وصلت ل 5000 سبسكرايب، وطبعا هنسيب طبعا اشكركم، احنا هنشكر الكلام ده كله في اخر الفيديو، بس نتكلم بس على المنتجات والفلوس والكلام ده. فانا كلمتهم فقالوا لي ان اي حد هيطلب اي منتج من المنتجات دي، او مش لازم دي بالظبط يعني، اي منتج من عندنا وهو بيطلب المنتج يقول لنا احنا تبع كريم عفت اليوتيوبرز، فاحنا هنعمل له خصم او هنلغي له مصاريف الشحن او اي حاجه يعني، انت بس تقول له بس احنا تبع كريم عفت وهم هيعملوا معاك الواجب، هيظبطوك يا زميلي صباح الفل. بس فانا ادعم الناس دي جدا جدا، وادعم الفكره بتاعتهم، وادعم الشباب دي جدا جدا. لو انت فاتح مشروع كسبت فعلا منه قول لي برده، ونشارك برده مع بعضينا القصص الجميله دي، واحنا يعني احنا شباب زي بعضينا، فعايزين ايه نبقى زي بعضينا كده ونتعلم من بعضينا. فهسيب لكم اللينك بتاعت البيج بتاعتهم تحت في الديسكربشن، ادخل واتفرج على العروض بتاعتهم، عندهم عروض درينج لايت وعندهم عروض اي حاجه، ادخل خد لك لفه كده وهينفعوك ان شاء الله، وقول لهم ان انت تبع كريم عفت وهيظبطوك صباح الفل تاني. طيب جينا بقى لاخر الحلقه، احنا ليه عملنا الحلقه دي او ليه تواصلت مع الناس دي؟ اتواصلت مع الناس دي اول حاجه عشان الفكره بتاعتهم عجباني جدا جدا، تاني حاجه عشان احنا وصلنا ل 5000 سبسكرايب. انا مش عارف اشكركم ازاي والله، يعني انا بقول يا جدعان احنا متوقفين عشان السيزون، الاقي نفسي وصلت ل 5000 سبسكرايب، يعني انا اكمل طيب ولا اعمل ايه؟ طبعا شكرا جدا جدا طبعا، وعايزين نكبر الصفحه دي اكتر ل 10000 سبسكرايب بيكم طبعا بالعيله بتاعتنا. فيعني مش بعرف والله ارد على الكلام الحلو يا جماعه، مش بعرف اقول كلام حلو للناس والله، بس يعني شكرا جدا جدا ان انتوا وصلتوني 5000 سبسكرايب. وما تنساش فابريكا ستو تحت في الديسكربشن، انت ادخل شوف العروض بتاعتهم واشتري من عندهم وهيظبطوك يعني. اخر حاجه بس برده قبل ما اقفل برده الفيديو، فابريكا ستور ده القاهره بس وجيزه، يعني لو اي حد محافظات مش بيوصلوا المحافظات عشان بس ما تتسوحش والكلام ده. وكالعاده دوسا كوتش، سلام عليكم.